عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله مسهلا وحياكم الله في فيديو جديد. معي أنا عبد الله الغفيص، ومعنا اليوم الأصدار الجديد من لابتوب هواوي الميت بوك 13 نسخة 2020. وهذا اللابتوب يعتبر تحسين على الأصدار اللي نزل العام الماضي، وهو أصغر لابتوب من فئة الميت بوك من هواوي. طبعا الجهاز السابق من اللابتوب استخدمته فترة طويلة وأشوف هالجهاز ممتاز أيضا، وقدم تحسينات مهمة، وبذكر لك اليوم أهم المزايا وتجربتي مع هذا اللابتوب. فأول ما تمسك لابتوب الميت بوك 13 بتشوف التصميم الجميل والأنيق، وهو بجسم معدني ولكن بوزن 1.3 كيلو، والجهاز خفيف وكذلك يعتبر نحيف، فالسمك عندك 14.9 ملي، وجودة التصنيع واضحة في هذا الجهاز. كذلك الشاشة هنا بحجم 13 إنش، وهي فول فيو أو شاشة كاملة، وتستحوذ على 88% من حجم الجهاز وبدقة 2K. والشاشة تدعم اللمس في نسخة i7، وكذلك تدعم الحركات من خلال اللمس المتعدد وتصوير الشاشة وغيرها. وفي عندك وضع حماية البصر، واللي بيضبط توازن الألوان وتكون الشاشة مريحة للعين. أما لو نتكلم من ناحية الأداء، فالجهاز فيه مواصفات عالية، فهو يجيك بمعالج انتل الجيل العاشر الـ i7. وهنا التحسين الجديد اللي صار على موديلات الـ 2020، إن المعالجات أصبحت معالجات الجيل العاشر، والرام كذلك هنا عندي 16 جيجا بايت، وهو برضو تحسين جديد. وأما التخزين فهو 512 جيجا بايت من نوع الـ SSD PCI. وطبعا عندنا كرت الشاشة منفصل الـ NVIDIA GeForce MX250 2 جيجا بايت. ومن تجربتي للتطبيقات، شغلت عليه الأوفيس والفوتوشوب، كذلك الأفتر أفكت والبريمير، وتقريبا حزمة أدوبي كلها نزلتها، والأداء ممتاز. طبعا الشركة تقول ان الجهاز مناسب للاعمال، وهو اكيد بما انه بهذا الحجم وكذلك هذا الوزن، وكذلك مناسب للالعاب وتحرير الفيديو. كذلك عندك مستشعر البصمة، وهو سريع وموجود في زر الباور او التشغيل. اما من ناحية الحرارة فهي شبه معدومة بهذا الجهاز بفضل الجيل الثاني من مروحة الشارك فين، واللي عبارة عن مروحتين تبريد ومنفذ تهوية بالاسفل، وهي افضل من الجيل السابق ب 25% تقريبا، وفعلا لاحظت الفرق عن اللابتوب حق العام الماضي. كذلك الصوت، عندك سماعتين سبيكر في اسفل الجهاز، وكذلك عندك عدد 2 مايك، وادائها ممتاز. اما لو نتكلم عن البطارية، فبرضو في هذا الموديل صار فيه تحسين عن قبل، تقريبا جلست اشتغل عليها لمدة 8 ساعات متواصلة، وعندك شحن سوبر تشارج بيعطيك 50% في 30 دقيقة تقريبا، والشحن الموجود مع الجهاز بقوة 65 واط. كذلك عندك ميزة التواصل والربط مع هواتف هواوي من خلال الهواوي شير، وهالميزة بتخليك تنقل شاشة الجوال على اللابتوب، وتنقل ملفاتك بين الجهازين بكل سهولة، وتقدر انك تتحكم بالجوال من خلال اللابتوب، وتحتاج طبعا واجهة الـ EMUI 10 واحدث. وبرضه في برنامج الـ PC Manager من هواوي وصلني من خلاله تحديثات للبيوس والنظام، كذلك تعريفات لدرايفرز، والنظام هنا عندك اللي هو الويندوز 10 هوم 64 بت. اما من ناحية المنافذ، فعندك منفذين تايب سي فقط، واحد يمين والثاني يسار، والشحن بيكون من خلال الجهة اليسرى فقط. وهنا تمنيت لو كانت إمكانية الشحن من أي منفذ، يعني لا تحدني على جهة واحدة بس، وتمنيت برضه لو كان فيه زيادة بعدد المنافذ. وطبعا عندك منفذ 3.5 للصوت. ومن تجربتي السابقة للميت بوك 13، أقدر أقول لك أن الكيبورد جميلة جدا وممتازة في الكتابة، وكذلك التاتش باد، وما أنسى أن عندك كاميرا أمامية بدقة 1 ميجا بكسل. وطبعا الجهاز متوفر بلونين، اللي هي الرمادي والفضي، وبسعر يبدأ من 3000 ريال النسخة i5، و 4450 ريال النسخة i7، اللي هي النسخة الأحدث مواصفات والموجودة معي الآن. فباختصار هذا استعراضي اللابتوب هواوي الميت بوك 13 الجديد، واشوف ان الجهاز صراحه جميل للطلاب، خلينا نقول الفئه الاعمال، للناس اللي تبحث عن جهاز 13 انش بحجم صغير ونحيف وفي مواصفات عاليه. كالعاده لا تنسون الاشتراك واللايك، وتكتبوا لي بالتعليقات رايكم عن هذا اللابتوب، وايش افضل لابتوب استخدمتوه بهذه الفئه. واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.